إخوتي الكرام، قلنا بأن من صفات الله جل في علاه أن القاعدة العامة إثبات الصفات الفعلية لله جل في علاه، وإثبات الصفات الفعلية ردا على الأشاعرة، وهذه الصفات الفعلية دالة على الكمال، لأن الذي يتكلم أكمل من الذي لا يتكلم، والذي يجيء ويذهب وينزل أذهب من الذي أكمل من الذي لا 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 يستطيع ولا يجيء ولا يذهب ولا يأتي. كل ذلك كمالات صفات، وإحنا تكلمنا عن صفات فعلية، وكنا في الأسبوع الماضي تكلمنا عن أعظم صفة من هذه الصفات وهي صفة المحبة، أن تدري بأن الله يحبك، أن تعتقد أن الله يحبك وأنك تحب الله جل في علاه. ويأتي أهل الجفوة الذين عمت على أعينهم الجهالة فيقولون إنه لا يحب ولا يحب. وأصلا نقول لهم أنتم، طب لو أحببتموه أنتم، هم يريدون منه السؤال، ما إذا كان أصلا بيقولون، هم يقولون بأنه له أن يعذب كل المكلفين، الطائع والعاصي كله في النار أو كله في الجنة. وطبعا هذا كلام مخالف لأهل السنة والجماعة في هذا الباب، يعني معتزلة في طريق وهم في طريق. وإحنا نقول نعم، هو لو عذب أهل سماواته وأرضه لم يكن ظالما له، لكنه لا يفعل ليه، الحكمة تأبى حكمته بذلك، تأبى حكمته. فأعظم هذه صفات صفة المحبة، أن الله جعله يحب وأن الله يحب. وكما قال عظيم البلغاء في هذا الباب، أراه ابن القيم في مدارك السالكين، عندما قال ليس الشأن في أن تحب الله جل في علاه، أنت تحب الله لعظيم صفاته، لعظيم ربوبيته، لعظيم إلهيته، ليس الشأن أن تحب الرب، ولكن الشأن كل شيء، الشأن أن الرب يحب العبد، الشأن كل شأن أن يحبك الله، هذا شأن عظيم. لما يستفيق الله جل في علاه ويحبك، هذا هو الشأن، هذا الذي يعني شمر لها لسعد لها عن سعد الجد المجتهدون، وتسابق فيها المتسابقون، وتنافس فيها المتنافسون، وأبعد الله عنها المنافقون والظالمون، ما يستطيعون، لأن هذا الباب باب ذوق داخلي. يعني أنا كنت جالس مع ولد، فقط يعني ولد جاهل، قال لي أنا هعبد هعمل إيه هعبد، هو لكن الحب لا، كفر في وقتها كفر، قلت له ما تقول، قال الحب لا، قلت له هذا كفر كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال وجد طعم الإيمان ثلاثة، لا ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. نعم، قال الله تعالى فسوف يأتي له بقوم يحبهم ويحبونه، فإثبات على ذلك. لذا أشرف أمر أن نشير إلى كيف ينزل المرء هذه المنزلة. قلنا الشأن كل شأن يحبك الرب جل وعلا، أن يحبك الله جل وعلا، هذا الشأن. لذلك يسعى المرء سعيا حديث الاستجلاب محبة الله، كيف تستجلب، هي دي المهمة العظيمة التي تعيش بها، هذه المهمة التي لابد أن تعيش بها. لولا أن الله جل وعلا يغفر المعاصي لقلنا نحن كيف سنصل محبة الله، لأن الله يبغض المعاصي. الله يغفر لنا، الله يغفر لنا، الله يغفر لنا. ولذلك لابد يكون الرجل أواب، لأنه شوف الله جل وعلا جعل خط المعاصي هذا من أجل أن يحبك أكثر، يعني من الحكم. عشان كده قلت لكم لا يصل إلى هذه المسائل إلا إيه، من تعمق في النظر إلى فعل الله. يعني شوف الله جل وعلا من الحكم العظيمة التي جعل لها المعاصي، جعلها طريق إلى زيادة محبة لك. وده طبعا يتعجب فيه الإنسان، أقول ليست المعاصي مذمة، ليست مذمة إلا في صور معينة، لكن حقيقة الأمر المعاصي قد تكون سبيل لمحبة الله جل وعلا، قد تكون سبيلا لمحبة الله جل وعلا، بل أنا أراها في بعض الأحيان من أعظم السبل والوسائل إلى محبة الله جل وعلا. كان الفضيل بن عياض شاطرا سراق،
هجام يعني هجام على البيوت. شو بقى أندل أرزل أرزل مهنة، وكان قاطع طريق يعني جمع بين كل المساوئ، كان يتصور ويهجم على البيوت وكان يقطع الطريق، كان يقطع الطريق. وشوف انظر هذه معاصي الآن، وهذه المعصية سببت له في أمر هو يعني عشق امرأة. شوف بقى الحب بيصل فينا، هو دخل معاك في الحب هاي. عشق امرأة وكان يأتي ليلا نتصور لها يعني يريد يذهب إليها، فسمع رجلين يتكلمان يقول نمر نمشي يعني، قال إياك يخرج علينا إيه الفضائل فيقطع عن الطريق فيأخذ منا يعني يسرق اللي معانا وبتاع. ووجدهم يتكلمون بفزع روعهم، ويقال أنه سمع، يقال أنا ما على ما أذكر الآن في سيرتي أنه سمع قول الله تعالى من الذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق، فبكى بكاء مرينا وقال أنا يا رب أنا، ثم صار عابد الحرمين. وصل به، شوف وصل خطه الآن معصية لله جل في علاه يصل بها المرء إلى أن هذه المعصية هي القائدة له إلى محبة الله جل في علاه. القعنبي كان شرب للخمر، أول ما وجد شعبة قال وجد الناس يحتفون به، فقال من هذا؟ قالوا شعبة. إيه ده مين ده؟ يعني يتعجب ان في واحد يكون له المكانه دي، مش خليفه، من هذا؟ ايه ده؟ مين ده؟ ان شاء الله تعالى ادهشه بذلك ليجره. معصيه تاتي الى محبه الله جل وعلا. فوقف قال من انت؟ قال شعبه. قال وما شعبه؟ ايه شعبه يعني؟ وما شعبه؟ يعني فقال له محدث. قال تحدث؟ تحدث عن من؟ قال احدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني. قال لا احدثك. ومخمورا فاشر سيف قال حدثني والا قتلتك. قال حدثني فلان فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم تستحي فاصنع. من أول ما أدرك الناس من كلام النبوة إن لم تستحي فاصنع ما شئت. كلمة غرزت في أعماق قلب، في سويداء قلب. فألقى السيف وبكى ثم ذهب فاغتسل ثم بحث عن مجال شعبة، وكان هذا آخر الأمر لشعبة. مات. شو مات بهداية من؟ القعنبي اللي هو أثبت الناس كتابا في مالك. معصية جرته إلى، فأنت لو نظرت إلى فعل الله جل وعلا قد يوقعك الله في المعصية ليزداد حبا لك. طب وكيف يا أستاذ؟ قال الأستاذ أمور. الأمر الأول يقطع عنك بالمعصية العجب، فهو يبغض العجب ويبغض أصحابه، لأن العجب باب الكبر، سلم الكبر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فأول طريق عشان يحبك الله بالمعصية هذه يقطع عنك العجب فلا يبغضك. ما هو أنت لو يعني كان في بغض لك كيف تصل لحب؟ فهو قطع عنك طريق أن يبغضك، أوقعك فيها حتى لا يكون العجب. قد يرد عليه هذا الكلام إيراد، وش هو محدث؟ قد يرد إيراد هنا يبغض الله المعصية. قلنا نعم، قد يبغضها في ذاتها ويحبها ليش؟ مآلها. وهو أتى بك ذلك لمآلها، ما أوقعك فيها إلا لمآلها. هذا أول طريق. الأمر الثاني أن يرزقك من المعصية الندم والبكاء والخوف والذعر، وهذا حال يحبه الله من العبد. شوف لما قال عن الأنبياء وش قال فيهم؟ يدعوننا رغبا ورهبا، خوف من الله جل في علاه، وأن يتألم وأن يقول إن الله يقدر أن يمسخني كلبا أو يجعلني قردا. الصحراء كانوا كذلك، كان منهم بعض السلف كان يقوم في السحر يصرخ ثم يذهب يقول المرآة، فينظر في المرآة ينظر هل مسخ الله قردا أو كلبا أم لا. بعد سالف كيف ذلك يخشى أن الله جعله يمسخه، ولأنه مسخ اليهود والنصارى بسبب المعاصي في هذا البلد. فحال الخوف من الله جعله حال يحبه الله جل وعلا. ثم لازمه إذا خاف صدقا ماذا سيفعل؟ أول شيء تاب قام فتاب فاستغفر فأناب إلى ربي جل وعلا. إن الله يحب التوابين ويحب المتشرفين بالمعصية والصارفين توبة، فالتوبة يحبه الله جل وعلا. ثم في طرق أخرى للمحبة، إيش هي؟ حد ممكن يكمل؟ يفتقر، يفتقر، ممتاز. فيصبر عليها، إيه جمال؟ فلا وكلها. إذا
خلاص بقى خلاص خلينا ننتهي. طريق إلى أن يستر عباد الله وأن يرحمهم أن يعامل العصاة بالرحمة لا بالكبر ما شمخش. لذلك قال بعض السلف أتقى الناس من رأى نفسه أنزل الناس، أنه لا يرى أنه أفضل من أحد. أتقى الناس، لا يكون أتقى الناس إلا أن يرى نفسه أقل الناس. لو رأى نفسه فوق الناس هذه آية وقعت فيها. شوف بقى المعصية وصلت بيه إلى إيش، لأنه كل ما يشوف واحد عاصي، واحد بيشرب، واحد بيسب، واحد فيقول أول ما يجي، أول ما يجي يقول إيه ده، إيه ما الذي يقول، اذكر اذكر ما فعلت، ما فعلت بينك وبين ربك، اذكر اذكر ما أنت فيه. أول ما يذكر يعمل إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا عاصي ومعصيتي أقوى مني، فيرحم الناس فيعامل الناس خلاص، فيعامل الناس بالرحمة فيرحم الناس. وهذه من أحب ما تكون إلى الله جل وعلا، لأن الله يعامل العبد بما يعامل العبد إيش؟ عباده. كيف فعلت مع عباد الله يفعل الله معك. سترت يسترك، رحمت يرحمك، غفرت يغفر لك، أعطيت يعطيك. شوف انظر في هذا الباب، فبمعصيتك نظرت للناس بعين المعصية التي وقعت أنت فيها. أبله الناس وأسفه الناس الذي مرئ معاصي وينظر لصغائر فيها الناس. هذه دأب المنافقين، ده دأب المنافقين. يقول لك الله الله الله، ما أنت مش فاكر بيعمل إيه؟ طب أنت فاكر هو فعل إيش؟ منافق، هو أصلا مليء بالبلاوي السوداء ولا يراها. وده العبد المخزول عند الله، إن الله يخفى عنه عيوبه ويبين له عيب من عيوب الناس عشان يبقى للنهار يعير في العيوب هذه، فربنا يأخذه بالناحيتين. الناحية الأولى أنه لم يدرك ما هو فيه، والأمر الثاني أنه يتجسس على الناس، يتتبع عثرات الناس. ودي أم الأم، دي معناها أنك هذه من علامات كره الله للعبد، من علامات كره الله للعبد أن يخفي عنه عيوبه وأن يظهر له عيوب الآخرين، فيتلمس عيوب الآخرين ولا ينظر في تصليح عيوبه. هذا دي علامة من علامات بغض الله للعبد، لا سيما إذا كانت المسألة للعلماء وطلبة العلم، دي علامة خذلان، علامة خذلان. فالله يستر علينا ويغفر لنا. ومن معاصي الله جل في علاه أيضا سبيل لمحبة الله جل في علاه أن العاصي يعلم أنه أخذ بالذنب والذنب مكتوب ووراءه طالب، ولكنه يتعلم من أن الله فتح له بابا ليستدرك ما وقع فيه، وليجب هذا النقص، وليمحي ما وقع فيه. فإيش يفعل بقى؟ ها؟ فيجتهد فيه بسرعة، فيجتهد في الطاعة التي تمحي المعصية الذنب، فيبقى الذنب هو اللي جره إلى أن يزيد. عرفت رجلا كان يقع في المعصية، فقال ماذا أفعل؟ ما هي مسألة معادلة الآن، حسنته إيش؟ فيثبت طاعة ويقول هذه الطاعة لعلها تمحي المعصية، فالله يبعده عن المعصية ويثبت له إيه؟ الطاعة التي فعلها. فشو بقى من محبة الله العبد ماذا فعل؟ جعل في المعصية. فهو فقيه، يعلم أن النبي قال فإذا أسأت فأحسن السيئة بالسيئة والحسنة السيئة بالسيئة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فينشئ طاعة، وهذه الطاعة أنشأها من أجل إيش؟ المعصية. ما هو أنشأ معصية وعلم أن المعصية دواها، ما ده داء وداء سرطان، ده دواها ها انشاء طاعه، فينشئ طاعه، فيسلخه الله جل وعلا فينزعه من المعصيه ويبقي له ما اعطاه من ايش؟ من الطاعه. محبه هذه ولا غير محبه؟ شوف وايش اللي وصل لهذه المحبه؟ المعصيه، المعصيه. ومن ذلك ايضا، وهذه لا خطاب، انا ممكن اطيل اكثر من ذلك لكن يعني ساشير الى الاهميه، ان يبقى على حال على هذا الحال الى الممات، لأنه لو أمن مكر الله لما نجا، لو أمن مكر الله لما نجا. يعقبه حال آخر، وش هو بقى؟ سرعة. مسألة هذه في هذا الباب، لا يقنط من رحمة الله مع وجود معصية، لا يقنط من رحمة الله. شوف هذه، شوف وصلت بالمعصية إلى، وصلت بها إلى إيش؟ هذا طبعا لمن أحبه الله، أما من غرق ولم يجد معينا قد أغرقه الله ما أراد وما أراد نجاته. من أبواب استجلاب محبة الله جل وعلا، أنا صدرت الباب المعصية عشان تعلم أنها باب من أبواب استجلاب محبة الله، الإحسان.
والإحسان الرجل أو المكلف بين معاملات ثلاثة: معاملة لله، معاملة مع النفس، معاملة مع الغير. المعاملة مع الله جل وعلا الإحسان. كيف الإحسان؟ له طرق. بالطريق الأول ما صرح به الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى التدبر عند القراءة، التدبر عند الصلاة، التدبر عند السجود، التدبر عند التدبر، التدبر عند التدبر، هذا وجوبا عشان تصل للإحسان. فأنك تعبد الله كأنك تراه وأنت لن تراه، لكن أنت لو نظرت العرش والملائكة يطوفون حول العرش أو يدخلون على البيت المعمور، أنت وصلت إلى درجة عظيمة، وإن لم يكن فالله يراك، تعتقد ذلك. وهذا في كل عبادة، ليس في الصلاة فقط، هذا في كل عبادة. طب في الصوم: أعلم أن الله رقيب عليه، وأعلم أن فعلت ذاك لله جل في علاه، وأن مكافأة الصائم صوم العدة له. بعيدا التدبر في الإحسان بنص الحديث. الثاني الإحسان: أن تتبع الفريضة النافلة، ده من باب الإحسان. ولذلك قسم الله المحبة إلى محبتين: المحبة والمحبوبية. ما عاد لي ولي فقد أذنت بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بحب لما افترت عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. حتى شبه هنا المحبوبية مش المحبة، كنت سمعه بصره يده، تتصل إلى درجة أعلى وأرقى، هذه درجة إحسان أيضا. أن تتبع الفريضة النافلة صدق عبودية. ومن الإحسان في التعامل بينك وبين الله جل في علاه العلم، العلم، العلم أعظم طرق الإحسان، بأن تتعرف على الله بالأسماء الحسنى وصفات العلا. فلا محسن مثل العالم، حتى المجاهد، حتى المجاهد لا يساوي العالم. وأما المعاملة مع الناس، مع النفس، هو أن يعمل بقول الله تعالى: يا الناس، يا الذين آمنوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وهذه معاقدة، معاقدة مع النفس للعلو والسمو. يرسم هدفا له بينه وبين الله جل وعلا، يبيع نفسه لله جل وعلا، يعاتب النفس كلما وقعت، يعاتبها حتى تقوم، يعاتبها حتى تقوم. ومع الغير الإحسان مع الغير أحب شيء إلى الله جل وعلا، بعد الإحسان معه أحب شيء إلى الله الإحسان إلى الغير. كان الله في عون عبد ما كان عبد في عون أخيه. من فرج كربة من كربات المسلمين فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. إن أعطيت أعطاك، وإن رحمت رحمك، وإن غفرت غفر لك، حيثما كنت مع عباد الله كان الله معك. قال ابن آدم: أنفق 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 عليك. قال الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ اغفروا سيغفر لكم. قال: بلى بلى. ومن ذلك أيضا العدل، العدل فيها، العدل فيما بينك وبين الله جل وعلا. من أعظم العدل فيما بينك وبين الله جل وعلا إيش هو؟ يعني هذا الحديث اللي هو رفع الدرجات، حديث جميل جدا، أنه قال المشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد الصلوات وأسباغ الوضوء في المكروهات. قالت: ثم فيما؟ قال: قلت: إطعام الطعام ودين الكلام والصلاة بالليل والناس نيام. قلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل قريبني إلى حبك. هذا الذي قلناه، الحديث الذي طلبناه من هذا الباب. نعم، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. العدل، اعظم العدل في التعامل مع الله الا تقدم نفسك على ربك، هذا اعظم العدل المطلوب منه، يحبك الله بذلك. ولذلك اكثر الدعاء هم في خطر عظيم، هم اعظم الناس خطرا،
الدعاء وطلبة العلم هم أعظم الناس في الخطر هذا، لأنه هناك شهوة خفية لا يدريها الناس، ما يتقنها إلا من أعطاه الله جل وعلا بصيرة في نفسه، لأنه تراه يفعل وتراه يحسن ويعلم الناس، لكن في حقيقة الأمر يعني إن لم يقبلوا منه، إن لم يسمعوه، ممكن يبتدع في دين الله، يقول ما للناس لا تسمعني، لا يسمعونني إلا أن أبتدع لهم بدعة، ويأتي يريد ما يطلبه المستمعون، فأتكلم بكلام ليؤثر في العامة في هذا الباب. وهذا الذي قدم نفسه على الله جل وعلا، وهذه دي شهوة خفية خفية جدا، ودي المنزلق أول ما من تصعر بهم النار. قال الله تعالى: ما كان بشر أن يعطي الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول الناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا رباني. وذا يقول لك قال رسول الله تقول لك فلان وعلان، هذا العدل، العدل ألا تقدم نفسك على الله جل وعلا، الله يغفر لنا. فأقول العدل في ذلك، وهنا أيضا العدل، نحن في هذا الباب من العدل أن تنزل الناس منازلهم، لأن الله قال ويل للمطففين، ويل للمطففين. وبذلك أيضا من الأسباب الجالبة للمحبة كثرة الوضوء، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الله المستعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومنها كثرة التوبة، إن الله يحب التوابين، لا سيما فرح الله منوط بالتوبة. ومن ذلك تقوى الله جل في علاه، ورد إن الله يحب المحسنين، ورد إن الله يحب المتقين. إذن الطاعة مجلبة لمحبة الله جل وعلا، الأسباب التي تجلب المحبة في قلب العبد لتزيد. لأننا قلنا الشأن كل شأن أن يحب الرب العبد، وكيف يحب العبد الرب؟ أمور: الأولى كثرة ذكر الله، إن رزقك الله كثرة الرزق كثرة ذكري أراد لقلبك أن يمتلئ بحبه. قد قالوا إن المرء إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا أراد الله لك محبة في قلبك له يعني مرس لسانك على ذكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وذاكرين الله كثيرا والذاكرات. شوف أحمد الرقاية بيأتي بصراحة، عشان كده قلت لك تكون موجود، بأشياء نفيسة. يقول قال سفيان الثوري كلام، عشان كده أنا ما أترك أي أحد حتى أتكلم عن أي عالم ولو كنت أخالفه. قال سفيان الثوري: من رأى أحد من أهل العلم يهان وسكت فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. رأيت عشان تفهموا لما الضرب بيد من حديد على أمثال هؤلاء الخبثاء. قال: من رأى أحد من أهل العلم يهان وسكت عن ذلك قد خان الله ورسوله. لفض فكعت. من ذلك أيضا حب ما يحبه الله. انظر في نفسك، انظر إلى كل ما يحبه الله جل وعلا، أنت تحبه حتى لو لم تكن تفعله، أنت تحبه أم لا؟ وهذا يظهر لك، لو كنت تحبه تحب ذيوعه وشيوعه. يعني واحد أصلا ما بيطلبش العلم، قال أنا ما بفهمش، كل مجلس مفارق ده كل شوية يكلك علينا بقواعد مش فاهمين منه حاجة، يعمل إيه بقى؟ يجلس تحت يقول لهم: يا جماعة في درس فوق ودرس ممتاز، ويروح الناس يكتب لهم الدرس هيبدأ النهاردة وغدا، وينشر ذلك ديوع الأمر وشيوعه. الله يحب ذلك. فعلامة محبة الله في قلب العبد أنه يحب ما يحبه الله. لو هو بيحب الله حقا يحب ما يحبه الله، فيحب المتقين ويحب العلماء ويحب طلبة العلم، دول أحب الناس إلى الله جل وعلا، ويحب الطاعة لأنها أحب إلى الله جل وعلا. فمن أهم الأسباب لجلب محبة الله في قلب العبد أن يحب ما يحبه الله جل وعلا.
ومنها الدعاء أن يدعو الله أن يملأ قلبه بحبه. وختاما المكث في مجالس العلم، هذه من أعظم السبل لزرع المحبة لله في القلب. لما أو لا كيف كيف نصير ذلك؟ المفروض هذه مادتك يعني، يعني جبتها فهلوة. يعني هو الحقيقة في هذا الباب أنك تجلس في مجلس العلم ممكن كلمة واحدة تأتيك وترى فعل من أفعال الله جل وعلا يقع في قلبك فتزد محبة لله جل وعلا، بنصرة مظلوم، بإجابة داعي، بتفريش كربة، بعطاء ورزق، كل ذلك لا تجد إلا في مجالس العلم. أو تجلس وتستشعر الملائكة تحفك، ستجد في إنسان بيجلس في مجلس العلم يجد في قلبه سكينة عجيبة ويستغرب. يعني هناك واحد بعت رسالة، أخ بعت هاري قال أنا أخالفك في المنهج تماما. يا عم مفيش مشاكل، العلم إيه حاجة مش في أرض صلبة بينا، أنا ما هذا لا يحزنني. قال أنا أخالفك لكن أقسمت بالله لا أجد راحة في نفسي قط إلا بسماع صوتك والنظر إليك وأنت تعطي الدرس. فتعجبت من ربي كيف فعل به ذلك، وقال إقرارا، قال أخالفك تماما في منهجك لكن أقسمت بالله وأقسم بالله ببعت اليمين قسما لا أرتاح حتى أدخل فأراك وأسمع صوتك وأنت تعطي الدرس. هذه من الله اللي أنا أقصده. قد تجد الملائكة تحفك فتستشعر بشعور غريب في هذا الباب لا تجده إلا في هذا المجلس. فهذا المجلس من أعظم السبل إلى زرع محبة الله في قلب العبد. نسأل الله أن يجعلنا من أعظم الناس حبا لله جل في علاه، ويجعلنا من أحب الناس إليه، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا مخلصين له سبحانه جل في علاه.